وشوققنا ولا بدا سوانيوس وحدا شوققنا ولا بدا ما نفكر وما نفكرش لا ما نفكر وما نفكرش ما نفكرش على ديورنا ما نفكر. السلام عليكم، الاسم ديالي حصدي فيصل، يعني من مواطن مغربي مقيم في المغرب. يعني جينا امام المحكمه الابتدائيه، يعني المطالبه يعني ان سميتو الشكايه اللي موضوعه على درجه الامن انه يتم النقل ديالها الى المحكمه من اجل التسريع بالمحاكمه ديال هذا الشيء ديال بساتين الواحه اللي حنا يعني منذ سنوات وحنا تنتظروا نسلموا الشقق ديالنا، ولكن للاسف ما يتم التماطل علينا ويتم دائما خداعنا بالاكاذيب وباشياء يعني غير يعني ما مفهوماش. وبالتالي حنا قدمنا شكايه لدى وكيل الملك في محكمه ابتدائيه يعني نهار يعني في شهر 6، وتنتظروا ان تفعيل هذه المسطره القانونيه ضد صاحب المشروع. وحنا حاليا امام المحكمه الابتدائيه، كاين اخوان ديالنا يعني دخلوا ممثل عندنا عند لدى الوكيل الملك من اجل يعني اللقاء ديالو والبحث يعني عن يعني تفعيل يعني المسطره القانونيه وتحريك يعني المساطر القانونيه وتعجيل بها، لان راه تقريبا 4 شهور حنا تنتظروا وباقي تيقولوا لنا راه باقي الموضوع لدى رجال الشرطه يعني في البحث يعني قيد البحث واخذ افاده ديال الناس. ولحد الساعه مازال ما يعني اي حاجه مازال ما تخذ في حق هذا السيد هذا اللي سنوات حنا تقريبا 7 سنوات حنا تنتسناو انه يتسلمنا الشقق ديالنا، ولكن للاسف نهار اعلن على عمليه تاع التسليم لقينا بان هذا السيد تفرض عندنا شروط غير قانونيه، لقينا زيادات تطالبنا ب 10 المليون 15 مليون زياده في الابارتمان، تطالبنا بالسانديك يعني نخلصوه 3 سنين سومه شهريه 300 درهم، يعني اللي في خداع الدوسي بدات من 3500 درهم غادي تجي فيها الى حدود 20000 درهم، يعني بزاف ديال التماطلات وبزاف ديال الخروقات بالجمله. وحد الان راه مازال باقي حنا نعاني وما كاينش الحل، طرقنا عده ابواب يعني السلطه يعني بمختلف التلونات ديالها، ولكن تلقينا وعود ولكن لحد الساعه راه ما كاين حتى شي حاجه على ارض الواقع. المشكل ديالنا هو هذا السيد ما باش يعطينا ديورنا. تصور ديورنا كاين اللي ديورو مسدودين ومقادين ومسدودين. شحال المده هذه؟ راه دابا بغينا ندخلوا في 8 سنين. واش اسيدي كاين شي ديور اللي تيقعدوا 7 سنين ولا 8 سنين؟ ولا تيقعدوا نورمالمون الديور اللي تيقعدوا تنشوف انا البرطمات اللي كيتبناو كاع الا جراو 3 سنين 4 سنين صافي. هاد السيد اولا انا راه ما عمرني شفت بحالو طاغي، هاد السيد طاغي بمعنى الكلمه. كنا تنحترموه والله العظيم الا كنا تنحترموه وكنا كنقولوا لا وخليه ربما عنده شي مشكل خليه دابا يحلو دابا يدير، ولكن ملي جينا لقينا تنتعاملوا مع واحد السيد بدون ضمير ما عندوش ريحه الضمير وقاطع الرحمه من ايدو من ايد الله سبحانه قاطع الرحمه. واش هذا اللي فيه هذه الصفات؟ واش اش بيجينا منه؟ راه جانا منه المرض حشاك، جانا منه الخراب، جانا منه عرفتي شحال من حاجه، جانا منه انا والله الا تنهضر معك دابا كعيشه بالدواء، جاني منه امراض كثيره. تصعيد اليوم حيت مشينا دقينا اي باب، ابواب كلهم دقيناهم، حتى واحد ما عطانا شي حاجه اللي هي مستفيده نستافدوا منها ولا يحل لنا المشكل. ديما الهضره اللي كاينه اليوم تتكون غدا، كتمشي عند انا ما نكذبش عليك احتراماتي لكل شيء لا البشويه ولا القيد ولا، ولكن راه حتى واحد ما حل لنا شي مشكل، انا نقولها بطيطي حتى واحد ما حل لنا شي مشكل، يعني حنا مضرورين وثمان سنين هذه وحتى واحد ما حل لنا شي مشكل. اسم الكامل عادل سميح من متضررين بساتين الواحه، وحنا هذه 7 سنوات وحنا كنعانيو مع هذا المنعش العقاري اللي تماطل علينا 7 سنوات وشرد بزاف ديال العائلات، وعلى الاساس حنا جينا اقتنينا مع الدو على اساس انه سكن متوسط، كنتفاجئوا انه المشروع كامل سكن اقتصادي، وانا من الناس اللي واخذ ب 45 مليون، لا يعقل انك تاخذ شقه اقتصاديه ب 45 مليون وفي ناس واصله ل 70 مليون، هاد السيد هذا كيتهرب من الضرائب وعنده بزاف ديال الخروقات في المشروع وكذب علينا، و7 سنوات وهو كيتماطل علينا
وضر الناس بزاف، ناس تشردات، ناس طلقات. هاد السيد هذا ما عرفنا فين باغي يوصل. وحنايا دابا مشينا للمكتب 224 قدمنا الشكايات ديالنا، مجموعه ديال الاشخاص يعني ما يتعدى 400 شخص لنا 400 ملف. ودابا السبب الوقوف ديالنا هنايا قدام المحكمه الابتدائيه، كنجيو كنطالبوا رئيس المحكمه انه يعجل لينا في القضيه ديالنا ونستلموا الشقق ديالنا بالقانون وبالثمن المرخص به اللي مرخصه به الدوله، هو 25 مليون. والصلاه والسلام على سيد المرسلين. قبل المغادره لا تنسوا الاشتراك في قناه العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركه الفيديو والضغط على زر الاعجاب.